بس قصدي يعني عشان شو حبيتهم فاشتريتهم. دائما نفس القصة. امي ليش هيك عم تعصبي علي؟ ماني معصبة، بس الظاهر انه ما رح نخلص من هالسيرة. طيب امي مثل ما بدي بدي تقبريني غيري اوعيكي لانه هلا جايين الجماعة. انو جماعة؟ اهل العريس يا امو. قال بدهم يشوفوكي ويحددوا موعد السفر. ليش لا؟ اهلا وسهلا. تكرم عيونكم يا مو. ابني الله يخلي له راح من هون على اساس يدرس بامريكا. بعته لهنيك انا وبلش يدرس وما شاء الله تفوق على كل المدرسه. صار ينجح صف ورا صف الى ان اخذ شهاده كبيره. ايوه بعد ما اخذها على اساس يتوظف له وظيفه لإله عمله قام قال لي لك يا ابي والله هي الشهاده ما بتعمل مصاري. بعت لي شويه مصاري من عندك لاعمل عمل حر. وبتعرفوا انتم انه العمل الحر عم يدر ارباح كثير على اصحابه. الله يوفق. والله عطاه وفتح بوشه. الحمد لله. غزيت العين بتقلني وبتقلك بالمصاري. الحمد لله. وانا والله بتمنى يعني انه يصير نصيب وتكون المحروسه من نصيبه. ايه يا بنتي يا وفاء، امتى بتحبي تسافري؟ مثل ما بتحبوا. مغجوله. مغجوله تحدد موعدي. طيب معلش نحن بنحدد. ابني الله يسلمه. كتير كتير كان مبسوط وقت اللي عرف انه لقينا له بنت مناسبه ومن هالبلد بالذات. ايوه وانبسط اكثر واكثر لما شاف صورتها طار عقله عم من الفرح. الحمد لله. وما بخبي عليكم انه ابني مستعجل كتير وحابب يتاهل وهذا من حقه طبعا. لا طبعا مو هيك يا بنتي؟ اكيد لا طبعا. لذلك بقول انا انه لازم نعجل، كل ما عجلنا بيكون احسن، مثل ما بيقول المثل خير البر عاجله. مزبوط. وانا برايي خلال اسبوع نتمم امورنا وتسافري لعنده ومن هون لاسبوع ان شاء الله بنعمل كل الاجراءات اللازمه. فشو رايك يا بنتي؟ بس انا ما عندي جواز سفر. الله يرضى عليكي. بكره الصبح بتنزلي انت والوالد على دائره الهجره والجوازات بتطلعي جواز سفر وبتجيبي وانا ان شاء الله عشيه بمر لعندكم وباغيه.